بنبدأ بالفقرة الثانية اللي هي بتتكلم عن تعليمه وعن عمله. After completing his secondary education, بعد ما أنهى تعليمه الثانوي, محفوظ entered the first King Fuad University, now the University of Cairo. بحكي لي إنه محفوظ دخل لجامعة الملك فؤاد الأول, واللي هي now حالياً أو الآن جامعة القاهرة, where he studied philosophy. Where طبعاً هي relative pronoun يسابع وبتدل دائماً على اسم مكان. درس فيها لجامعة القاهرة فلسفي اللي هي الفلسفة. Graduating in 1934, تخرج منها عام 1934. By 1936, بال 1936, having spent a year working on an MA, قضى سنة وهو يشتغل أو بيعمل على شهادة الماجستير, الـ MA اللي هي اختصار لشهادة الماجستير. هي طبعاً هي سابع بتعود على نجيب محفوظ. He decided to become a professional writer. قرر إنه يصير كاتب محترف. Professional عنا هون adjective, writer agent noun اللي هو اسم فاعل. محفوظ then worked as a journalist at a الرسالة. بحكي لي إنه نجيب محفوظ عمل كصحفي بجريدة الرسالة and contributed to Al Hilal and Al Haram. بعد ما عمل بالرسالة بنفس الوقت ساهم بجريدة أو بصحيفة الهلال والهرم. A long time civil servant, كان عبارة عن موظف مدني لوقت طويل. محفوظ served in the Ministry of Mortmain Endowments. بحكي لي إنه برضو نجيب محفوظ بعد هيك عمل بوزارة أو خدم بوزارة الأوقاف, then as director of censorship in the Bureau of Art. بعد ذلك أو ثم عمل كموجه رقابة بمكتب للفنون, طبعا الفنون الأدبية. Director of the Foundation for the Support of the Cinema, وبعد هيك موجه لمؤسسة لدعم السينما. And finally أخيرا as a consultant to the Ministry of Culture, بعد هيك أو أخيرا عمل كمستشار to the Ministry of Culture بوزارة الثقافة, retiring in 1972, وتقاعد بسنة 1972.